بقى عندي آخر شيء. أنا لفت نظري قضية أجتني عليها اتصالات كثيرة وعليها شكاوي، اللي هي عن سيطرة الصقور. ليش سيطرة الصقور تنسد بالليل بمزاجات؟ السؤال يريد إجابة على هذا السؤال. شبيها الأنبار؟ مدينة آمنة. شبيها بغداد؟ مدينة آمنة. الآن البلد افرش ونام، ماكو شيء. شمعنا سيطرة الصقور لازم تنسد؟ اعطونا جواب. شنو يا المراضي؟ الصقور تستخدم لأغراض سياسية؟ أم أكو متحكم سياسي بعمل القيادات الأمنية؟ ليش تنسد الصقور؟ بالستة تنفتح وبالخمسة تنفتح ومرات ما تنفتح، وإذا رحت بالوحدة بالثنتين تنغلق. يا سادة يا قادة عمليات، السيد قائد عمليات، السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم، هاي رسالة سلبية سيئة عندما تغلق سيطرة بدواء أمنية. ليش؟ شنو اللي موجود؟ شنو اللي صاير؟ ماكو شيء. عندنا جيش وعندنا أمن وعندنا استخبارات وعندنا حقيقة، وأنا قلتها في برامج سابقة، الأمن يجب أن يكون رسالة. أما التحكم بهذه السيطرة تحديدا، هنالك أغراض وهنالك دافع. فأرجوك يا سيادة القائد العام ويا وزير الدفاع ويا رئيس أركان الجيش ويا المختصين، إغلاق سيطرة الصقور عليه ملاحظات. ليش تغلق؟ ليش تنسد؟ ماكو داعي لهذا التصرف، وماكو داعي لمثل هذا القرار. نحترم قرارات القوة الأمنية، لكن بالمقابل أيضا احنا نشوف بعيوننا. والذي يعتبر أنه عليه أن يتدخل في قرارات القوات الأمنية، كان من يكون صغير ويا الكبير، يجب أن يحيد. وإغلاق سيطرة الصقور عليه علامات استفهام ورسالة سلبية عن الأمن المتحقق بالعراق، وهدر للجهود التي قامت. أريد أن أسمع خلال الأيام المقبلة أن هنالك إجراءات يا وزير الدفاع يا سيد رئيس أركان الجيش، أن سيطرة الصقور تنفتح، يروح الأنبار بالوحدة بالثنتين بالأربعة بالخمسة، ما عنده شيء، يتجول ببلده.